لكم. اولا كنشكركم الزملاء بعدا نتوما الصحفيين، تعرفوا من كيقول الزميل وسيرتو انا دوزت هذه المحنه، والله الا تضيع الكلمات والله ما عارف ما نقول. انا بحال اللي يعني شنقول لكم، بعض المرات يعجز اللسان فرحه ما بعد. شكرا جلاله الملك، شكرا جلاله الملك بكل ما تحمل الكلمه معنا. يعني انا كنقولها دائما، هذه البلاد دائما ما يقطعش الانسان فيها الامل، دائما عندنا واحد المؤسسه احب من احب وكره من كره، دائما كتبقى تتفاجئنا. ولكن كنقولها مؤخرا، كنت عارف بانه يعني شكرا جلاله الملك، والله ما عرفت ما نقول، فرحان بزاف. الزملاء الاخرين اللي خرجوا الرساله، اوه سليمان مسكين وعمار، شوف انا بحال شي خفتني يتقلقوا مني البعض، بحال الاستقلال عندنا انا جديد، هذا الاستقلال الاخر هو عقل الله كنعيش، تعرف شنو هو صحفي في الحبس. ف يعني شكرا جلاله الملك، هنيئا للعائلات ديال المعتقل، هنيئا لعائله سليمان، للاسره الصغيره والكبيره، هنيئا لعائله عمر، هنيئا لعائله رضا الطوجني، هنيئا لعائله زميلنا توفيق بوعشرين، هنيئا للشعب المغربي قاطبه ما استحقوش هذه الاحزان. كتعرفوا حنايا حنا في شبه حرب مع هذا البوليزاريو، ماشي حرب ولكن شبه، وكنحتاجوا للجبهه الداخليه، كنحتاجوا الوحده اليوم. يعني حنا ما عرفتش كيفاش نعبر لكم، فرحان بزاف، شكرا لكم. شكرا حراك الريف سنداوي، حراك الريف انا كان عندي امل حتى هما، عندي هذا الاحساس عندهم نصيبهم قريبا، احساس كنقول ما عنده علاقه. كما جلاله الملك فرحنا بالصحفيين غيفرحنا كذلك في نشاط الريف، ربما في اقرب فرصه باذن الله عز وجل. الاساسي هو انه اليوم خرجوا الصحفيين، انا متاكد على انه ربما، ماشي متاكد ولكن عندي امل كبير في اقرب، ربما في ثوره الملك والشعب تكون واحد الفرصه ثانيه. شكرا لكم، هنيئا لنا جميعا. شكرا على المشاهده، اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.